كرم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز 26 منشأة حكومية وخاصة وغير ربحية فائزة بجائزة الملك عبد العزيز للجودة في دورتها الرابعة. هذا وتعد جائزة الملك عبد العزيز للجودة وسيلة لتحقيق التميز في الأعمال من خلال توفير هيكل متكامل لتنسيق جميع أنشطة تحسين الأداء وإدارتها، وذلك بتمكين المنشآت من تقييم مستوى أدائها الحالي ومقارنته بمستوى الأداء في المنشآت المتميزة على مستوى العالم، ومن ثم العمل على سد الثغرات الموجودة بين المستويين. كما تعد جائزة الملك عبد العزيز للجودة الجائزة الأم للتميز المؤسسي على مستوى المملكة العربية السعودية ولجميع القطاعات، وتقدم الجائزة معايير محددة تمكن المنشآت من قياس أدائها في عدة مجالات رئيسية تساعدها على تحسين الأعمال بصورة مستمرة لتحديد الأهداف وترتيب أولوياتها وتنظيمها ومراجعتها بغرض إنجاز هذه الأهداف. الحمد لله فاز 26 منشأة، 50% منها من القطاع الحكومي، 48% أو 42% من القطاع الخاص، و 8% من القطاع الغير ربحي ومؤسسات المجتمع المدني. يمكنكم لاحظتوا أنه في هذه الدورة أطلقنا الجائزة والتنافس عليها القطاع الحكومي، والحمد لله فاز في هذه الجائزة مجموعة من الجهات الحكومية اللي نفخر فيها. هذا يعكس تطبيق هذه الجهات لنموذج التميز المؤسسي الذي ترعاه الجائزة، وهو النموذج الوطني للتميز المؤسسي، وبالتالي بإذن الله سينعكس إيجابا على جودة الخدمات ورقي الخدمات التي تقدمها هذه الجهات. هذه الجائزة تعتبر جائزة مهمة جدا، لأنها تضع وتؤطر العمل المؤسسي بطرق وبأدوات قياس واضحة، وأعتقد أن المنشآت الحكومية في حاجة ماسة لمثل هذا التوجه، بالذات في ظل الرؤية 2030 لنستطيع أن نعمل بشكل مؤسسي، وكذلك يكون هناك ريادة في الأعمال في منشآتنا الحكومية بإذن الله. هذا وتهدف الجائزة لتكريم أفضل المنشآت ذات الأداء المتميز والتي تحقق أعلى مستويات الجودة بحصولها على التقدير اللائق على المستوى الوطني، نظير ما تحققه من إنجازات وبلوغها مرتبة متميزة بين أفضل المنشآت المحلية.